متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة صافية وحارة في عموم المناطق كنتيجة لتأثر عموم الجزيرة العربية بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الشمالية، فيما سادت أجواء صافية في باقي المناطق. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، حيث تسيطر كتلة هوائية حارة في عموم الجزيرة العربية. يوم الأربعاء عملت على سيطرة لأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في بعض المناطق، لكن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجيا في المنطقة الشمالية مع اقتراب لكتلة هوائية باردة نسبيا من منطقة بلاد الشام نحو شمال السعودية، مع استمرار لسيطرة لكتلة هوائية حارة في عموم الجزيرة العربية. لكن تجدر الإشارة إلى أن منطقة حفر الباطن تحديدا خلال ساعة مساء يوم الخميس ستشهد حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل على نشوء غيوم ركامية رعدية تترافق أيضا مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تستمر بالحركة باتجاه الشرق لتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي على منطقة تبوك، منطقة الجوف والحدود الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار الأجواء حارة في باقي مناطق المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية، 22 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الخميس 36-23، يوم الجمعة المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة 38-26، والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت لتلامس 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.